مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دار التعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Round Up، اليونت الخامس، الدرس المخصص للراوند أب. راوند أب احنا أخذنا سابقا، عودنا أن الدرس التاسع الدرس اللي بعد الدرس الثامن من كل يونت يعتبر راوند أب، مراجعة لكل مواضيع اليونت. فشي يقول لي كالعادة، يقول لي Now you can do these things، والآن يمكنك فعل هذه الأشياء. يعني المواضيع اللي أخذتها خلال هذا اليونت هي كالتالي: أولاً talk about things you have done or not done، التحدث عن الأشياء التي فعلتها ولم تفعلها in your life، في حياتك. أسألك أنت كطالب، هذا عن شنو يتحدث؟ شوف المثال اللي منطيني إياه: I've been to Spain، ذهبت إلى إسبانيا. I've never riding a horse، لم أقد حصاناً. I فاعل، ال VE مختصر ما شنو؟ I have، زائدا never هذه دليل أو ظرف، ridden هو تصريف ثالث، فاعل زائدا have أو has زائدا تصريف ثالث. هذا بيا قاعد أذكركم بالمضارع التام. إذن بهذا اليونت أخذنا موضوع المضارع التام البسيط، شرحناه بأكثر من درس. النقطة الثانية أو الموضوع الثاني اللي أخذناه: ask and answer questions about what people have done up to now and exactly when، التحدث أو السؤال والجواب عما فعله الناس من فترة معينة، من نقطة معينة حتى الآن، and exactly when، ومتى بالضبط. إذا تتذكرون الفرق بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط، المضارع التام البسيط هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها، والماضي البسيط أحداث وقعت في الماضي ونعلم وقت حدوثها. شوفنا أنا يقول لي عن exactly when، ومتى حدث هذا الفعل في الماضي بالضبط. فمثلا أقول لك have you ever climbed a mountain، هل تسلقت جبل؟ yes I have. have you ever flown on a plane or in a plane، هل طرت في طائرة من قبل؟ no I haven't، I've never flown in a plane، كلا لم أقد طائرة أو لم أركب في طائرة. فإحنا قلنا بوقتها إذا yes I have يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط، وشرحناها بشكل مفصل كذلك شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. Have you ever seen an accident؟ هل رأيت حادثا من قبل؟ شوف have زائد تصريف ثالث، بما انه have زائد تصريف ثالث اذا المضارع تام بسيط. شو يقول لي؟ يقول لي at any time up to now، وقت حدث او فعل حدث في الماضي، في أي لحظة بالماضي، من أعرف شو وقت بالضبط بالماضي، من الماضي لحد اللحظة الحالية. فتقول لي yes I have. when did you see one، متى رأيت واحدا؟ شوف أنا أقول لي what time، تريد تحدد الوقت. I saw an accident last week، شوف ال I هي الفاعل والسو فعل ماضي، فاعل زائدا فعل شنو من فعل ماضي زائدا تكملة، فاعل فعل ماضي وتكملة. هذه يا قاعدة، قاعدة الماضي البسيط. ليش الماضي البسيط؟ لأن حدد لي وقته، قال لي أنا شاهدت الحادث الأسبوع الماضي. بما أنه حدد الوقت وقت حدوث الفعل في الماضي، إذا نستعبر عنه باستخدام الماضي البسيط، شرحناها بشكل مفصل كذلك بالدروس السابقة. Ask a question with a preposition at the end، السؤال بأحد أدوات الاستفهام. انتبه إذا تذكرون تمرين رتب الجملة الاستفهامية كذلك بالدرس الثاني أو الثالث، قلنا إنه إذا جابنا جملة بالامتحان ورادنا من أدنى نرتبها، رتب الجملة الاستفهامية، أخذنا مجموعة من الملاحظات، أخذنا القواعد مالتها أو عن كيفية تحويل الجملة العادية إلى جملة استفهامية باستخدام الـ WH question إلى آخره. Compare countries، compare يعني شنو؟ يعني مقارنة البلدان. موضوع أخذنا المقارنة والمفاضلة وشرحناه بشكل مفصل، قلنا which is the larger population، England or Iraq، من لديها تعداد سكاني أكبر، إنجلترا أم العراق إلى آخره. وقارنا بين إنجلترا والعراق، قارنا بين عمان وإنديا، قارنا بين جابان وفرنسا إلى آخره. compare places كذلك المقارنة بين الأماكن، الأماكن أو المحافظات إلى آخره. هذا مجرد مراجعة سريعة لمواضيع اليونت الخامس كاملة، شنو المواضيع اللي أخذناها وما إلى ذلك. إذا لحد الآن ماكو شيء مهم من الممكن يجينا بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد دليل دراجة المواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت. تمرين رقم واحد شو يقول لي؟ يقول لي listen and draw lines، استمع وقم بتوصيل الخطوط.
answer the questions واجب على الاسئله. جاسم and رنا are shopping in a big food store. جاسم ورنا رايحين يسوقون في محل اطعمه كبير. They have to find food from other countries. عليهم ان يجدوا طعام من بلدان اخرى. For homework كواجب بيتي. يعني المدرس مالتهم او المدرسه مالتهم قال لهم اريدكم تجيبوا لي اطعمه من بلدان اخرى. Where does the food come from? من اين جاء هذا الطعام؟ شوفوا اذا تذكرون احنا باول درس ايش اخذنا؟ Where does Yuki come from? Where does Sultana come from? الى اخره. من اين جاء يوكي؟ من اين جاءت سلطانه؟ الى اخره. اخذنا السؤال عن بلد شخص معين، وبعد كذلك اخذنا الاشياء ومن اين جاءت هذه الاشياء. اذا تذكرون مثلا the maple leaf. Where does the maple leaf come from? من اين جاءت ورقه شجره القيقب؟ It comes from Canada. جاءت من كندا. وهكذا. فنام نفس الشيء. يقول لي من أين جاءت هذه الأطعمة؟ بنفس الطريقة. شي يقول لي؟ يقول لي أنت شون تعرف؟ منطيني أطعمة ومنطيني بلدان. لازم توصل الطعام بالبلد المناسب له حسب شنو؟ حسب المقطع الصوتي. احنا نعيد ونكرر، لأن المقاطع الصوتية ما متوفرة راح نستعرضها على شكل مقطع نصي ونوصل الأطعمة بالبلدان المناسبة لها مثل ما طلب من عندي. فبالبداية جاسم يتحدث يقولها right. What do we need? ما الذي نحتاجه؟ We have to find things from other countries. علينا أن نجد أطعمة من بلدان أخرى. Where is this water from? من أين هذا الماء؟ الجاوبة أو جاوبة جاسم produce of UAE. إنتاج الإمارات العربية المتحدة. إذن الواتر الماء جاي منين؟ من اليو اي اي. اوصل الماء باليو اي اي بالامارات العربيه المتحده. وهكذا water at home او we want a chicken over there in the fridge. قال لها نحتاج الى دجاج هنالك في الثلاجه. here you are تفضل. او رنا ردت عليه قالت له here you are تفضل. where is it from من اين جاء هذا الدجاج؟ it's from here it's from Iraq. إنه من العراق. إذن chicken الدجاج منين؟ from Iraq من العراق. وهكذا نوصل الأشياء أو الأكلات بالبلدان المناسبة إلها. يرد عليها okay put it in the basket ضعيها في السلة. now where is the rice والآن أين الرز؟ there it's from India إنه من الهند. إذن الرز اكتب الرايس منين؟ من الهند من إنديا. أوصلها بالهند. هذا الرايس أوصلها بإنديا. وهكذا شو يقول لي؟ يقول لي رايس from India in the basket الرز من الهند ضعيها في السلة. look here is some pepper وهنا بعض الفلفل. it's from Indonesia إنه من إندونيسيا. هذا pepper أوصلها بإندونيسيا. وهكذا نكمل. رنا we have pepper at home put it back. قالها احنا عندنا فلفل بالبيت رجعيها. okay but write that down pepper from Indonesia. قالت ماكو مشكله راح ارجعها بس اكتب يمك ان الفلفل من اندونيسيا. okay what is next ما التالي؟ sugar we need sugar نحن نحتاج الى السكر. وراها I'll get it here you are it's from North America إنه من شمال أمريكا. إذن أوصل الشجر من نورث أمريكا من شمال أمريكا أو أمريكا الشمالية. okay sugar from North America on the basket ضعيها في السلة. and coffee where is the coffee أين القهوة؟ here we are ها هو ذا. where is that from من أين هو هذه القهوة منين؟ grown in South America في أمريكا الجنوبية. إذن coffee from South America من أمريكا الجنوبية. وهكذا sugar from North America and coffee from South America السكر من أمريكا الشمالية والقهوة من أمريكا الجنوبية. write that down اكتبيها عندك. now shall we have some fruit والآن هل لاحظينا ببعض الفواكه؟ how about strawberries ماذا عن التوت؟ strawberries look over there strawberries إنهم هناك. I'll go أنا سوف أذهب. and they are from Spain the strawberries and toot من إسبانيا أوصلها بإسبانيا. وبقى عندنا salt الملح
هسه نجي نشوفها. strawberries from Spain in the basket ضعيها في السلة. here is some salt وها هو بعض الملح. and it's from France وإنه من فرنسا. إذن salt from France. مثل ما طلب من عندي وصلت الأطعمة حسب المقطع الصوتي أو حسب المقطع النصي وصلت الأطعمة بالبلدان المناسبة لها. من الممكن أن الأستاذ يسأل بعد ما ينتهي من المقطع الصوتي ويطلب من الطلاب أنه يوصلون كل شيء بالبلد المناسب له، من الممكن يسألهم بنفس الطريقة اللي تعودنا عليها بالسابق. يعني مثلا يقول لهم Where does water come from؟ من أين جاء الماء؟ الطالب هو حله ويا المقطع الصوتي فيقول له It comes from UAE، إنه من الإمارات العربية المتحدة. Where does chicken come from؟ من أين جاء الشيكن الدجاجة؟ تقول له جاوبه It's from Iraq أو It comes from Iraq إلى آخره. فهذا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 2. أنا إيش كاتب عليه؟ كاتب عليه إنشاء الوحدة الخامسة. هذا الإنشاء تكتبه بدفترك وتحفظه، لأن مثل ما هو يجيك بامتحان الشهر الأول يقول لي write two short paragraphs about Iraq. اكتب مقطع نصية عن العراق. المقطع النصي الأول شو يقول؟ تقول describe Iraq، أوصف للعراق. والمقطع النص الثاني write about what visitors can do in Iraq. والمقطع النص الثاني تكتب ما يفعله السائحين في العراق. يعني مثل ما تعودنا بفرنسا وعمان وانديا وجابان اخذنا ماذا يصنعون، ماذا ينتجون، وصف العراق، وصف البلدان، الاماكن المشهوره الى اخره. وبالاخير انا اذكر الاشياء اللي يفعلها السائحين اللي جايين هذا البلد. فيقول لك هالمره انا بدك تحكي لي عن العراق، ما اريدك تحكي لي عن بلد اخر. فابدي بالمقطع النصي او المقطع الانشائي المفروض نكتبه بالامتحان. شو اقول لك؟ اقول لك Iraq is a big country. العراق بلد كبير. هنا انا لازم اول شيء اوصف العراق. هو قال لي اوصف لي اياه. Iraq is a big country. It has quite large population. وبتعداده السكاني بعض الشيء كبير. Iraq people او Iraqi people grow rice, wheat, fruit. شو نزرع احنا؟ شنو الزراعه مالتنا؟ الاجريكلتشر. grow rice الرز، wheat الحنطه، fruit الفواكه، and vegetables والخضروات. the oil industry is very important in Iraq. اما الصناعه مالتنا معتمدين عليها على النفط، فصناعه النفط جدا مهمه في العراق. هذا المقطع النص الاول وصفت للعراق مثل ما طلب من عندي. وراها ماذا يفعل السائحين في العراق؟ أقول له visitors to Iraq can see ruins. السائحين اللي يجون للعراق يمكنهم أن يروا الآثار the citadel in Erbil قرعة أربيل and climbing mountains ويتسلقون الجبال. they also can sail in marshes وكذلك يمكنهم أن يبحروا في الأهوار and go fishing ويذهبون إلى الصيد. مثل ما وضحنا هذا إنشاء الوحدة الخامسة. إحنا متعودين إنه كل وحدة أو كل يونت بإنشاء. هذا الإنشاء المتعلق بهذه الوحدة سجلوه بالدفتر وتحفظوه، لأنه مهم جدا 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 بامتحان الشهر الأول بالفصل الثاني وحتى بامتحان أخير السنة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا، أخذنا به مراجعة للمواضيع السابقة. شنو المواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت؟ مجرد تذكير بسيط للمواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت. وراها انتقلنا لكتاب النشاط. لاحظنا أنه معظم أنشطة الكتاب أنشطة صفية غير مهمة للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، ما عدا تمرين رقم 2 يعتبر إنشاء الوحدة الخامسة. حاولوا سجلوا هاي الملاحظات الدفتر وتحفظوها لأن تفيدكم. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.